بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23 محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عدة سرايا بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منها سرية بئر معونة، وسرية الرجيع، وكذلك سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح. وتكلمنا أيضا عن سرية أبي سلمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قد تألم أشد الألم لما حدث في السريتين، سرية الرجيع وسرية بئر معونة، وسرية بئر معونة التي يقال لها سرية القراء. لماذا؟ لأنه قد قتل من أصحابه عليه الصلاة والسلام 70، ومع ذلك بقي أن نذكر كرامة حصلت لأحد الصحابة وهو من القراء، وهو عامر بن فهيرة رضي الله عنه. عامر بن فهيرة كان من 70 الذين قتلوا في سرية بئر معونة. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل هذه السرية وحصل لهم ما حصل، قتل ممن أو قتل من الصحابة عامر ابن فهيرة، وكل 70 كل 70 قتلوا رضي الله عنهم، كلهم قتلوا إلا 2، عمرو بن أمية الضمري ومعه رجل آخر. هذا عمرو أسر، أسروه الكفار، فقال له رجل من المشركين يقال له عامر بن الطفيل، قال لعمرو بن أمية: من هذا؟ فأشار إلى قتيل من القتلى وهو يقول له: من هذا؟ فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال هذا المشرك وهو على شركه، عامر بن الطفيل ومات على شركه وهو العامري، وهناك عامر بن الطفيل صحابي آخر ليس هو المقصود بهذا، هذا على شركه، مات على شركه. فقال: من هذا؟ فقال: عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. يعني يتعجب هذا المشرك وهو على شركه وكفره من هذه الآية ومن هذه الكرامة التي حصلت لهذا الصحابي رضي الله عنه. فبعد أن قتل رفع إلى السماء وهو ينظر إليه، ثم بقي بين السماء والأرض، ثم رجع إلى مكانه ووضع في المكان الذي رفع منه. على كل حال، هذه تتمة، هذه الكرامة ذكرت في صحيح البخاري في هذه السرية التي قد تكلمنا عنها في الدرس الماضي. وأما اليوم إن شاء الله تعالى فسنتكلم عن الأحداث التي حصلت كذلك، وهذه الأحداث هي بين غزوة أحد وبين غزوة الأحزاب. فقد ذكرنا في الدرس الماضي 4 سرايا، ونكمل اليوم إن شاء الله الغزوات والسرايا التي حصلت قبل غزوة الأحزاب. مما لا شك فيه ولا ريب أن اليهود كانوا يتربصون بالمسلمين، لكن التربص والتجرؤ اشتد بعد وقعة أحد. لماذا؟ لأن اليهود ظنوا أن المسلمين قد ضعفوا،
لا سيما بعد غزوة أحد وأنهم قد هزموا، فبدأوا يتجرؤون ويكاشفون المسلمين بالعداوة وبالغدر، بل أخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة، وكانوا يعملون ضد المسلمين. لهذا ولهذه الأسباب أيضا نشبت حرب مع اليهود بسبب هذا التجرؤ، بسبب هذا التجرؤ الذي حصل من اليهود، فكانت غزوة بني النضير، وهي التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله. هذه الغزوة، غزوة بني النضير، وقعت في السنة الرابعة، وكانت في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعض المحققين والعلماء كانوا يقررون ويقولون أن غزوة بني النضير حصلت بين بدر وأحد، والصحيح أنها حصلت بعد غزوة أحد، حصلت بعد غزوة أحد في السنة الرابعة في شهر ربيع الأول، لأن غزوة أحد حصلت في السنة الثالثة في شهر شوال. هذه الغزوة أنزل الله تبارك وتعالى فيها سورة الحشر بأكملها، فوصف الله سبحانه وتعالى طرد اليهود، وفضح مسالك المنافقين، لأن المنافقين كان لهم أيضا دور في هذه الغزوة. وفي هذه السورة العظيمة أيضا أثنى الله عز وجل على المهاجرين، وأثنى على الأنصار، وبين كثيرا من الأحكام التي تختص بالحرب. وكذلك في آخرها بعد أن أوصى المؤمنين بالتقوى، ختمها سبحانه بالثناء على نفسه وببيان أسمائه وصفاته. اليهود كما هو معروف، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وأعطاهم ذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، لكن هيهات هيهات، فهم أمة الغدر وأمة الغضب والسحر، نقضوا العهود. فالله تبارك وتعالى أحل عليهم بأسه سبحانه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة. هؤلاء اليهود ظنوا أن هذه الحصون ستمنعهم من بأس الله، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، وذهبوا إلى أذرعات وهي من أعالي الشام، ومنهم من بقي في خيبر بعد أن أجلاه من المدينة عليه الصلاة والسلام. هذه الغزوة، غزوة بني النضير، لا شك أن لها أسباب، لكن العلماء اختلفوا في أسبابها. لماذا غزا النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير؟ وما هي الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم؟ ذكر العلماء عدة أسباب لهذه الغزوة، وحصروها في ثلاثة أسباب. السبب الأول لهذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرادت اليهود أن تقتله، فلما أخبره ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه بما تفكر وبما تريده اليهود من قتله عليه الصلاة والسلام، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وعند البيهقي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى اليهود، خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الكلابيين، لأن بعد سرية بئر معونة عمرو بن أمية الضمري ما قتل في سرية بئر معونة، أسر ثم أطلقه المشركون، قالوا لما رجع إلى المدينة في طريقه قتل رجلين من بني كلاب ظن أنهم من المشركين، وهؤلاء كانوا قد أعطوا النبي عليه الصلاة والسلام عهدا، فلما قتلهم عمرو بن أمية تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بدية القتيلين وهم من بني كلاب، فذهب إلى بني النضير حتى يستعين بهم في دية هذين الرجلين وكانوا من بني كلاب. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود جلس معهم وخاطبهم، فقالوا له اجلس يا أبا القاسم وسترجع بحاجتك التي جئت لها، لكن سنتشاور
ونصلح أمرنا فانتظرنا. جلس عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية عند أبي نعيم وعند البيهقي، واتكأ إلى ظل جدار وكان ينتظر أن يصلح أمرهم. فدخلوا هؤلاء أي اليهود وهم يتآمرون بقتله عليه الصلاة والسلام. نعم، فكروا ونظروا ثم قدروا أننا نستريح من هذا الرجل وأننا نضربه من بحجر من على البيت وهو تحت البيت ونتخلص منه. الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه أن قم قم فإن القوم يتمالؤون على قتلك. خرج عليه الصلاة والسلام وقام وكأنه يريد أن يقضي حاجة، وكان معه جمع من أصحابه كما جاء في الرواية، أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، كل هؤلاء مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى بني النضير. خرج عليه الصلاة والسلام وكأنه يريد أن يقضي حاجة، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، كونه خرج وذهب إلى المدينة وتأخر وهم لا يعرفون ما الذي صار وما الذي جرى. فاليهود عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله علم بشيء من هذا، وكأنه الله عز وجل أوحى إليه بما سيصنع هؤلاء من قتله. فذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وجهز جيشا عظيما ليقاتل اليهود لما صنعوا، بسبب ما صنعوا كانوا يريدون أن يطرحوا عليه هذه الحجرة أو الحجارة حتى يقتلوه، حتى إن العلماء يقولون أنزل الله عز وجل قوله كما جاء أيضا في الرواية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. هذه الآية جاءت في الرواية أنها نزلت في هذه الواقعة عندما أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. خرج عليه الصلاة والسلام وجهز الجيش ثم حصل ما حصل من قتال بني النضير. الشاهد، هذه الرواية لا تصح، وإن كان قواها جمع من العلماء، لكن الرواية من طريق عروة ابن الزبير يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يقص القصة هو عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ومعروف عندنا جميعا أن عروة تابعي وليس بصحابي. فعروة إذا صار هذا الحديث مرسل من مراسيل عروة رضي الله عنه، وجاء أيضا من طريق يعني من مرسل آخر عند البيهقي من طريق ابن شهاب وهو الزهري. فالحديث ضعفه جمع من المحققين بسبب إرساله. الإمام البخاري ذكر هذه القصة في الصحيح لكن لم يسندها، أشار إليها إشارة في تبويبه في كتاب في صحيحه، فقال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد أن البخاري يميل إلى أن هذه أو هذا هو السبب في قتال بني النضير، مع أنه ما ساق الحديث لأن الحديث مرسل وليس على شرطه. إذن هذا هو السبب الثاني، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني، وإن كان أكثر العلماء وأكثر المحققين على هذا السبب، تجد في أكثر كتب السيرة وأكثر كذلك من كتب في التاريخ عندما يذكرون هذه الغزوة، غزوة بني النضير، يذكرون أن هذا هو السبب، أنه خرج عليه الصلاة والسلام يريد من بني النضير أن يساعدوه، واستعان بهم أيضا في دية الرجلين فهموا بقتله فأوحى الله إليه فما استطاعوا على قتله فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني الذي ذكره العلماء أن كفار قريش كتبوا إلى المنافقين حتى يقاتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام، فما استطاع المنافقون على ذلك وأبوا،
ثم كتبوا إلى اليهود أن قاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وإلا فعلنا بكم ما فعلنا. فخافت اليهود وأرادت قتال النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادت كذلك ماذا؟ الغدر به عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الحديث جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، إلا أنه يتفق مع الحديث الأول ومع السبب الأول في أن خلاصة أمر اليهود أنهم أرادوا الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقاتلهم. لكن هذا الحديث فيه أن اليهود، أن كفار قريش هم الذين كتبوا إلى المنافقين ثم كتبوا إلى اليهود. لهذا جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك رواه أبو داود في سننه، إلا أنه اختصر الحديث، أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عندهم. جاء في الرواية أن هذه الكتابة كانت قبل وقعة بدر، فقالوا لهم أي للمنافقين إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم قد أكثرتم أو أنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا والله نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه، يعني إما أن تقتلوه أو اطردوه، أخرجوه من المدينة، أو لنستعين بكم أو عليكم بالعرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فقالوا أن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله هذا المنافق وهو رأس المنافقين ومن معه من عبدة الأوثان، اجتمعوا وأجمعوا على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب المنافقين: لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ أو المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم، يعني أنتم من المدينة والأوس والخزرج هم قبائلكم وأهلكم وإخوانكم، أتريدون أن تشعلوا النار يعني والقتال فيما بينكم؟ فلما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا وتركوا ما قد هموا به. قريش بلغها الخبر وأن المنافقين ما فعلوا شيئا، فكتبوا إلى اليهود، وهذا هو الشاهد، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بني النضير، لأن كفار قريش كتبوا إلى اليهود أنكم أهل الحلقة وأهل الحصون، وأنكم إن لم تقاتلوا محمد سنفعل ونفعل، وهددوهم. فأجمعت بنو النضير على الغدر، هكذا جاء في الرواية، أجمعت بنو النضير على الغدر، تريد أن تغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقتله. فماذا صنعت أو ماذا صنع بنو النضير؟ أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ونحن كذلك سنخرج لك 30 حبرا، أي من علمائهم، حتى نلتقي في مكان. فلما اجتمعوا 30 من أصحابه عليه الصلاة والسلام و30 كذلك من أحبار اليهود، ما استطاعوا أن يتخلصوا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال في الرواية، قال بعض اليهود لبعضهم: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ ما تستطيعون أبدا على فعل شيء في هذا، كيف ستقتلونه أو تصلون إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يحيطه 30 من أصحابه وكل واحد منهم يحب أن يموت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى دفاعا وفداء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا صنعوا؟ قالوا له: يا محمد، أخرج لنا 3 فقط من أصحابك، ونحن سنخرج لك أيضا 3 من علمائنا، حتى يعني ننظر ما عندك، فإما أن نؤمن بك وإما أن نصدقك، إذا صدقك هؤلاء 3 من علمائنا آمنا بك وصدقناك. فخرج عليه الصلاة والسلام في 3 أيضا من أصحابه، وكان معهم الخناجر، لكن اليهود أرادوا الفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يفضحهم. نعم، لقد جاء في الرواية أن امرأة، هذه المرأة كانت ناصحة وهي من بني النضير، أرسلت إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته بالخبر،
أخبرته أن بني النضير يريدون الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، فبعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام وهيأ جيشا ثم جاء وحاصر بني النضير. جاء في بعض الروايات أن المنافقين أرادوا أيضا أن ينضموا إلى اليهود، أي إلى بني النضير، فلكن هذه الروايات ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات وليس لها إسناد. جاء في الرواية فأرسل إليهم ابن أبي ابن سلول قال لهم: لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي ومن العرب، إلى آخر كلامه، كأنه يريد أن يقول لهم اصمدوا وأنا معكم. هذا لم يصح ولم يأتي فيه دليل، لكن هذا يؤكده القرآن. نعم، يعني حتى وإن لم تكن الرواية صحيحة وليس لها إسناد، لكن القرآن قبل ذلك جاء يؤكد ويبين أن المنافقين أن المنافقين وقفوا مع اليهود. لهذا يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم قال الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذه السورة أو هذه الآيات هي من سورة الحشر، ويقال لها سورة النضير كما جاء في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه باتفاق العلماء أن هذه السورة نزلت فيهم وفي هذه الغزوة وما حصل فيها. لهذا جاء في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير قال بجانب ابن عباس: سورة الحشر. فقال له ابن عباس: قل سورة النضير. يعني ابن عباس كان يقول أن السورة اسمها سورة النضير ولا تقول سورة الحشر. لماذا؟ قالوا لأنها نزلت في شأنهم، ولئلا يظن الظان أن المقصود بالحشر هو حشر يوم القيامة، لكن لو قال سورة النضير لعرفوا أن الحشر هو المقصود به إجلاء هؤلاء وإخراجهم إلى الشام. لهذا جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: نزلت في بني النضير. وهذا لا شك أنه بالاتفاق أن هذه السورة نزلت فيهم. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاصرهم وحرق نخلهم. لهذا جاء في الصحيحين قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. وقال حسان بن ثابت كما في الصحيحين أيضا بيتا من الشعر قال: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هذا البيت الشعري لماذا قاله حسان؟ قاله تعييرا لقريش، يريد أن يوبخ قريشا. أليست قريش هي التي وزت وكتبت إلى اليهود أن قاتلوا محمدا؟ فكأنه يقول لهم: انظروا يا قريش ماذا حصل لبني النضير. فهذا كان من حسان بيتا، كان هذا البيت تعييرا وتوبيخا لقريش، لأنهم كانوا قد أغروهم بنقض العهد وأمروهم به ووعدوهم أن سينصروهم إذا قصدهم النبي أو فعل لهم شيئا. فقال حسان: وهان على سرات بني لؤي، بنو لؤي هم قريش، حريق بالبويرة مستطير، أي هذا الحريق الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين حرق نخل بني النضير. لهذا أبو سفيان ابن الحارث، وهو ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذاك الوقت وحينئذ لم يسلم وأسلم في غزوة الفتح، رد على حسان ببيتين من الشعر فقال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزة وتعلم أي أرضنا تضير. يعني يخاطب حسانا فيقول له: نريد أن يشتعل النار في نواحي المدينة كلها، بمعنى أنها تحرقكم، وستعلم يا حسان من الذي
في الأخير سيصيبه الضير وستصيبه الهزيمة، لأن قريش كما ذكرت كانوا يظاهرون كل من عاد النبي عليه الصلاة والسلام ويعيدونه بالنصر ويعيدونه بالمساعدة. فلما وقع لبني النضير ما وقع من الخذلان قال حسان هذا البيت، فرد عليه أبو سفيان بن الحارث. إذن هذا هو السبب وهذا هو الحصار الذي حصل لقريش. لكن ما الذي حصل في قريش من هذا الحصار الذي حصل لبني النضير؟ لكن ما هذا الحصار وكيف صنع النبي عليه السلام بهم؟ لما عرف عليه الصلاة والسلام أنهم أرادوا الغدر به خرج، فلما كان من الغد غدا عليهم عليه الصلاة والسلام بالكتائب فحاصرهم وقال لهم إنكم لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك عليه الصلاة والسلام هو والمسلمون، قاتلوا بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحاصرهم ويقاتلهم فكر في بني قريظة وخشي أنهم ينقضون العهد وأنهم قد يأتونه من الخلف، فماذا صنع؟ من بعد ذلك اليوم غدا على بني قريظة بالخيل وبالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى العهد، فعاهدوه أنهم ما يتدخلوا وأنهم بينه وبينه عهود، فانصرف عنهم عليه الصلاة والسلام. لهذا ما قتل بني قريظة إلا لما نقضوا العهد بعد غزوة الأحزاب، وهذا سيأتي معنا بعد غزوة الأحزاب. فانصرف عليه الصلاة والسلام وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، يعني يخرجون من المدينة، فقال لهم لكم ما أقلت الإبل، يعني خذوا كل ما تحمله الإبل من المتاع، وكانوا يأخذون المتاع بل كانوا يأخذون أبواب البيوت ويأخذون الخشب، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني إلى الشام، والشام هي أرض المحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كانوا يأخذون الأبواب ويخرجونها ويأخذون الخشب ويخربون البيوت ويهدمونها. هذا الجلاء كان أول الحشر إلى الشام، فنزلت هذه الآيات فيهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرق النخل وأخذ يعني ما أخذ عليه الصلاة والسلام من أمتعتهم أو ماذا من نخيلهم، وكذلك أخذ أموالهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك استولى على أرضهم وديارهم وأخذ سلاحهم، لأنه لما قال لهم اخرجوا اشترط عليهم ألا يأخذوا الحلقة، أي ألا يأخذوا السلاح. لهذا قال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة هي نوع من أنواع التمر. هذا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قطع الأشجار وحرقها، كما جاء في الصحيح قال حرق، وهذه السورة نزلت في التحريق. إذن قال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال العلماء الأموال والنخيل كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة بهذه الآية، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. لهذا جاء في الصحيحين كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، أي يعزل لهم
نفقة سنة عليه الصلاة والسلام، لكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة. نعم، كان ينفق هذا قبل انقضاء السنة في وجوه الخير، فلا تتم عليه سنة إلا وقد أنفقه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما اختص الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قسم بين المهاجرين، أعطاهم لا سيما وهم فقراء وتركوا أموالهم في مكة، فما أعطى شيئا للأنصار، أعطى كلها للمهاجرين إلا رجلين سوى رجلين من الأنصار، وذلك لحاجتهما وفقرهما، كما جاء في رواية عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح قال: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، ولرجلين من الأنصار كان ذوي حاجة لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما عليه الصلاة والسلام. إذن هذه غزوة بني النضير. بعد ذلك خرج اليهود إلى خيبر، وخرج أيضا منهم مجموعة كبيرة إلى الشام، لأن العلماء أيضا ذكروا أن منهم من خرج إلى الشام، وبعضهم ذكر أن منهم من ذهب إلى خيبر، والصحيح أنهم تفرقوا، طائفة بقيت في خيبر وطائفة ذهبت إلى الشام. وهذه الطائفة التي بقيت في خيبر أخرجهم عمر رضي الله عنهم في زمنه إلى الشام، فصار كل اليهود في الشام. إذن هذه غزوة بني النضير، وهذه أو هذا الذي حصل لهم. بقي أن نتكلم عن غزوة قبل غزوة الأحزاب. هذه الغزوة هي غزوة بدر الصغرى، ويقال لها كذلك غزوة بدر الآخرة، ويقال لها غزوة بدر الموعد، وغزوة بدر الثانية. هذه كلها الأسماء أطلقها أهل السير وأهل المغازي على هذه الغزوة: غزوة بدر الصغرى، وغزوة بدر الموعد، وغزوة بدر الثانية، وغزوة بدر كذلك الآخرة. هذه الغزوة كانت بعد غزوة بني النضير في شعبان سنة 4، كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أئمة المغازي والسير. هذه الغزوة قالوا أن أبا سفيان لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة أحد توعدهم وقال لهم: موعدنا كذا وكذا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الغزوة، لأن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة، في السنة الثالثة في شوال، ثم توعدهم بعد سنة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لميعاد أبي سفيان كما جاء في الرواية. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، لأن هذا المنافق ابنه كذلك اسمه عبد الله، وكان مؤمنا رضي الله عنه، وأما أبوه فهو رأس المنافقين، فاستعمل هذا الابن المؤمن على المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد قريشا لموعده أو لميعاد أبي سفيان، فأقام 8 ليال عليه الصلاة والسلام ينتظر أبا سفيان. فخرج أبو سفيان، خرج في أهل مكة، وخرج من ناحية الظهران، وبلغ إلى عسفان كما جاء في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أنه عندما بلغ مر الظهران فكر فرأى أن الأصلح هو الرجوع إلى مكة وعدم القدوم في هذه الغزوة، يعني فكر ورأى أن الأصلح له أن يرجع. فقال لهم، أي يخاطب الجيش: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جذب. فرجعوا بالجيش، فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ينتظرهم لهذا الميعاد.
فجاءه رجل يقال له مخشي بن عمرو الضمري، وكان هذا الرجل قد وادعه من قبل على بني ضمرة، فقال له: يا محمد، هذا الرجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ فقال: نعم يا أخا بني ضمرة. فخاطبه هذا الرجل، وصار بينه وبين هذا الرجل شيء من الوعد بعدم القتال، فكان في مبايعة أو كان في الاتفاق الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا الرجل الذي هو مخشي بن عمرو الضمري حصل فيه خير. أما أبو سفيان فرجع إلى مكة، فلما انتظره النبي عليه الصلاة والسلام ورآه لم يخرج رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. لهذا ذكروا في هذه الغزوة أن عبد الله بن رواحة قال أبياتا من الشعر، ومنهم من ينسبها إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وفي هذه الأبيات يقول: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد، لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا، لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا. يعني قد صنعنا بكفار قريش ما صنعنا في هذا المكان في بدر، وهي معركة بدر الأولى الكبرى. فيقول: تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أفل لدينكم، عصيتم رسول الله أفل لدينكم، وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل، فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعد له فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. إذن هذه هي غزوة بدر الصغرى، ويقال لها بدر الموعد. هل صحت هذه الغزوة؟ الجواب: لم يأتي فيها إسناد أصلا، فإن ابن إسحاق ذكرها ذكر في كتابه السيرة ولم يذكر لها إسنادا، وغيره من أئمة كذلك السير والمغازي ذكروها ذكرا ولم يذكروا لها إسنادا. إذن هي مشهورة وتكاد تتفق كتب السير على ذكرها، وأنها الثانية وتلك الكبرى وهذه الصغرى، إلا أنه كما ذكرنا ليس لها إسناد. وبعد هذه الغزوة حصلت غزوة الأحزاب، وبعضهم يدخل بين غزوة الأحزاب وبين هذه الغزوة غزوة أخرى، وتقال لها غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد أيضا يقال لها. هذه الغزوة صحيحة وجاء ذكرها في صحيح البخاري، لكن اختلفوا متى هذه الغزوة، هل هي في السنة الرابعة أو في السنة السابعة؟ الصحيح أنها في السنة السابعة، ولهذا أنا أعرضت عن ذكرها الآن ولن أذكرها إلا إذا وصلنا إلى أحداث السنة السابعة. فانتهينا من الأحداث والسرايا التي حصلت بين أحد وبين الأحزاب. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن غزوة الأحزاب، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.